والستة والمفاجر والسبعة والبس الفوق والثمانية بس الدح والتسعة طالب الهوب والعشرة انا عايز اقول لكم على حاجة. ايه يا امنية؟ البنت زوكا دي بتضايقني قوي. لما يكون معايا مصروف بتاخده مني وكمان اكلي وكمان الحاجة حلوة بتاعتي بتاخدها مني، مش سايباني في حالي. عندك حاجة امنية، هي برضه بتفضل تقعد تضايق فينا كده. ضايقاني قوي، حتى لما الميس تسألني سؤال واكون عارفاه ما تقولي ما تجاوبيش. قلت لها طب ليه ما جاوبش؟ ليه؟ قالت لي عشان لو انت جاوبتي هتبقي اشطر مني، وانا عايزه اكون اكتر واحدة شاطرة. تعرفي انا جات لي فكرة حلوة قوي عشان اخد حقي من سوق. ايه يا امنية؟ تعالوا اقول لكم عليه. يلا امنية مكة هاني، لما اخش انا الاول بعدين انتوا تخش. حاضر. امسكي يا صفرا شيلي الشنطة. حاضر. عارفة انت لو لعبت فيها انا هكسرك، انا عارفة ايه اللي فيها. مش هيجيب بقى الشنطة فاضية. انت مالك؟ خلاص. انت مالك فاضية ولا مليانة؟ انا اسفة. وبعدين ما اتكلم ما تتكلميش وما ترديش ياما. حاضر. افتح البوابة على اخرها. البوابة مفتوحة يا سوكس. على اخرها يا عم محمود. على فكرة يا عم محمود انا ممكن اجيب لك ابويا، وحاجة كمان انت لو ما احترمتنيش انا هاخد حقي بنفسي واجيب لك ابويا. ليه؟ انا عملت ايه طب يا سوكس؟ انت بتشوفني ما بتقومش يا عم محمود، انت مش محترمني، انا ممكن اخليك تحترمني. يلا يا هو فتحت الباب، اتفضل يا سوكا. افتح البوابة دي كمان؟ اه. فرحانة بابوها فتوح. على حاجة، لو القبلة سألتكوا على حاجة وحد رد، انتي عقلة انتي وانتي يا صفرة انتي وانتي اللي شبه الميدالية اللي هناك انت، وانتي يا ناعم وانتي عيوط انتي، وانتي يا اللي شبه تبع البتنجان، وانتي اللي مش عارفة اقول لك الصراحة ما تتوصفش انت، يلي لابس لبس البنات انت، لو الميز سألتكوا وحد فيكوا رد انتوا عارفين انا هعمل فيكوا ايه؟ خلاص عارفين انا هعمل فيكوا ايه؟ خلاص. صح ولا مذاكرين يا سوق؟ اعيد الكلام تاني؟ مذاكرين مش مذاكرين؟ محدش يجاوب. ماشي يا سوق. سوق ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا ميس ندى. واقفين كده ليه؟ مستنيينك يا ميس. مستنيينك. طب اتفضلوا اقعدوا. حاضر. شكرا. ايه الاخبار؟ مذاكرين كويس النهارده؟ مذاكرين. يلا ابدا شرح. ابدأ. اتنين في اتنين باربعة. اتنين في تلاتة بستة. اتنين في اربعة بتمانية. اتنين في خمسة بعشرة. اتنين في ستة باتناشر. اتنين في سبعة اربعتاشر. اتنين في تمانية بستاشر. اتنين في تسعة تمنتاشر. اتنين في عشرة عشرين. الواحد واقف مظبوط. واللي اتنين بتبص عليه. التلاتة في سنتين. والاربعة اتنين واتنين. والخمسة بتفكر. والستة بتفكر. والسبعة بتبص لفوق. والتمانية بتبص لتحت. والتسعة طالع لفوق. والعشرة ايه. برافو عليكم. حد مش فاهم حاجة؟
اتنين في اربعة. اتنين في اربعة. اتنين في اربعة. اتنين في اربعة. لسه قايلينها. طب اتنين في خمسة يا امنية. اتنين في خمسة. اتنين في خمسة. مش مذاكرة ليه يا امنية؟ وانت يا حبيبتي اتنين في تلاتة بكام؟ اتنين في تلاتة. في ايه مالكو؟ اتنين في تلاتة. سهلة جدا، انا صوتي اتنبح معاكو. اتنين في تلاتة. اقعدي. اتنين في اتنين بكام؟ اتنين في اتنين. يا حول الله يا رب. اتنين في تمانية بكام؟ قوم اقف. اتنين في تسعة بكام؟ اتنين في تسعة. في ايه مالكو النهاردة؟ اتنين في عشرة بكام يا مسمار؟ قول لهم. ما بفهمش انجليزي. انجليزي ايه يا ابني؟ دي رياضة. انا بفهمهاش. حول الله يا رب. اتنين في تلاتة. اتنين في تلاتة. اتنين في خمسة. انا؟ ايوه. إيه لا بصي، إيه ما جيتش. ايه بصي ما جيتش دي مش فاهمه يعني؟ اعتبري اني ما جيتش عادي، مش مشكله يعني. انا بقى عايزه افهم انا كنت بشرح ايه دلوقتي. انجليزي يا ميس. يا ترد بادب قبل السؤال يا ما تتكلمش خالص. حاضر يا ميس. انا مش عارفه ايه المستوى اللي انتوا فيه ده بقى. امين. ما بتذاكروش وراكوا ايه في البيت بقى؟ فهموني كده. عايزه افهم وراكوا ايه. اسكت. قول بس يا ميس. وبعدين انت مطلع لي كتاب الانجليزي في حصتي. انت يا ابني لسع يا ابني. ده الانجليزي. انا في حصه الانجليزي. انا بتكلم معاك ليه اصلا؟ انا تعبه نفسي معاك ليه؟ امين ام الصبح. بصوا مش عايزه اعرف امك ولا مش امك لو سمحت. حاول. بصوا بقى. انا المستوى ده انا مش هقبل بيه. جرس الفسحه ضرب تمام، وانا المستوى ده مش هقبله. يا حاجالكوا بعد الفسحه على طول. عندكم ايه بعد الفسحه؟ عندنا العاب. الالعاب ملغيه النهارده. ليه يا مين؟ حصه الالعاب ملغيه النهارده عشان مستواكوا ده. يا مين ده احنا بنيجوا النهارده مستنيين عشان حصه الالعاب. يا مين انتوا اللي عملتوا كده في نفسكم. هاجي بعد الفسحه لو الحصه دي ذاكرت لكم فيها ما لقيتش حد بيجاوب معايا فيها، هنزل اعمل لكم استدعاء ولي الامر عند المديره تحت. يلا فاتحة. ينفع كده؟ الميس عايزة تعمل لنا استدعاء ولي امر عشان هي مفكرة ان احنا مش شاطرين، واحنا شاطرين بس خايفين من سوكا. عندك حق يا امنيه. ايوه يا امنيه عندك حق. بصوا بقى تعالوا نعملوا الفكره اللي قلت لكم عليها الصبح وخلاص بقى. طب يلا 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 بسرعه. تعالوا يلا. ازيك يا طنط سلمى؟ ازيك يا طنط سلمى؟ امنيه انتوا هتعملوا هنا ايه؟ هنشرح الكانتين. انتوا لسه ما فهمتوش القوانين لسه. الاول انا اشتري وبعدين انتوا تشتروا. حاضر حاضر اتفضلي. بالراحة على الحاجات يا بنتي. بالراحة على الحاجة يا بنتي. استغفر الله العظيم. كام دي؟ بخمسة جنيه. بخمسة جنيه ليه؟ ما انا بشتريها من بره باتنين جنيه. هي بخمسة جنيه. ماشي. ما تبصوا قدامكم. حاضر. خدت ده. ماشي. خلصت. حاضر حاضر. طنط سلمى. نعم. احنا كنا عايزين نشرب الشيبسي اللي بيكسب. انا عايزه واحده مارشميلو. ماشي ثانيه هلف لكم. وانا عايزه الشيبسي اللي بيكسب. وانا هاخد 20. ماشي ده 5 جنيه. ماشي اتفضلي. ماشي. انت خدتي ايه؟ انا اخدت مارشميلو. ماشي. وانت عايزه ايه؟ هو انا عايزه شيبسي البيكس. ماشي. انا عايزه لونه احمر. اتفضلي. ماشي شكرا.
هنعملوا ايه يا امنيه دلوقتي؟ هنكملوا باقي خطتنا. ماشي جدع يا امنيه. ليه خدت التليفون؟ يلا بصوا بقى، لو انا كسبت في الشيبسي اللي بيكسب ده خاتم يبقى خطتنا هتنجح. يا رب ما تنسى خاتم يا امنيه. يا رب وان شاء الله سوكا تترفع من المدرسه. ان شاء الله هتترفع. ان شاء الله كسبت هديه. يا رب خاتم، يا رب يكون يا رب خاتم. يا رب لازم خطتنا تنجح. لا يا امنيه، لازم يبقى في خاتم. هو تليفوني راح فين؟ انا حطيته فين التليفون؟ بس في شنطة سوكا. اهي شنطة سوكا يا امنية. كل يوم الصبح لازم تحدف عليا شنطة تقولي خدي يا صفرة شيليلي الشنطة، خدي يا صفرة شيليلي الشنطة. حفظتها علشان عليها سبايدر مان. ماشي انا هحط التليفون في شنطتها. يلا يا امنية، بسرعة يا امنية بس محدش يشوفنا. بسرعة يلا. طب احنا هنعملوا ايه تاني يا امنية؟ ما احنا هنعملوا حاجة عشان نكملوا خطتنا. تعالوا ورايا بسرعة قبل ما حد من الفصل يجي ويشوفنا. طنط سلمى. نعم يا امنية. انت دلوقتي بتدوري على التليفون بتاعك عشان انت مش لاقيه، صح؟ صح. عرفتي ازاي؟ بصراحة انا عارفة مين اللي اخده. مين؟ بس النمي ما تقولش لحد عشان لو سوكا عرفت هتعورنا وتضربنا بطوبة واحنا في الشارع. احنا خايفين منها. لا ما تخافيش. واحنا كنا خايفين نقول لك عشان ما تأذيناش. لا ما تخافيش، قولي بس. سوكا وهي كانت عندك من شوية اخدت تليفونك من غير ما تشوفيها، واحنا ماشينا وراها ولقيناها بتمسك التليفون وتحطه في شنطتها. انت متأكدة من الكلام ده؟ اه احنا شفناها. صح يا ماما. ايوه صح يا امنية. فعلا سوكا كانت عندي من حبه. بس والنبي ما تقولي لها، ما تقولهاش احنا قلنا لك حاجه عشان هي تفتح دماغنا بطوبه وتضربنا وتهزقنا. والنبي ما تخافيش يا امنيه، مش هجيب سيرتكم في اي حاجه. طب ممكن تقولولي عندكم مين بعد الفسحه؟ عندنا ميس ندى. خلاص ماشي، روحوا على فصلكم وانا هروح لميس ندى اتكلم معاها. ومش هجيب سيرتكم خالص لحد ما اشوف حد يجي يقعد مكاني في الكانتين. تمام ماشي، روحوا يا حبيبي. ربنا يخليكم يا رب. شكرا. العفو يا حبيبي. مالكوا يا عيال واقفين كده ليه؟ مستنياني. واقفين مستنياني؟ اه يا ميس. اه ميس. وانت يا سكر مش واقفه معاهم ليه؟ طب هما واقفين مستنيينك، انا اقف ليه؟ تقفي شبه؟ ما لما تيجي هبقى اقف. وبعدين عايزه اقول لك على حاجه يا ميس. بصي اتفضلي. قبل ما تساليني على اي حاجه. بس استني بس، مش المفروض لما حد يكلم حد يوم يقف له؟ احتراما يعني. بصي يا ميس. انا النهارده اعتبريني ما جيتش، اعتبري التخته دي فاضيه، اعتبري ما فيش واحده هنا في الفصل اسمها سوكا النهارده بالذات. اشمعنى بقى يا استاذه سوكا؟ هو كده. ما بصي النهارده بالذات انا ما جيتش. سوكا نعم. تصدقي بايه؟ ان انت اول واحده هيتعمل لك استدعاء ولي امر. ماشي. واكتر واحده هتسال النهارده. ما انا قلت لك مش هرد. اتفضلوا اقعدوا. شكرا يا ميس. يلا نبداوا. يلا يا ميس. هرجع لكم مره واحده بس وبعد كده هبدا اسال، واللي مش هيجاوب هيتعمل له استدعاء ولي امر، لو وكمان هيتمد في وسط اصحابه. حاضر يا ميس. يلا. 2 × 2 = 4. 2 × 2 = 4. 2 × 3 = 6. 2 × 3 = 6. بعد اذنك يا ميس انا عايزاكي في حاجه. اتفضلي. خير في حاجه؟ بصي هو مش خير دلوقتي، انا تليفوني اتسرق. اتسرق ازاي يعني؟ بصي بصراحه سوكا اللي سرقت تليفوني. يعني ايه سوكا اللي سرقت التليفون؟ عندك دليل؟ هي الصبح جت اشتريت مني حاجات حلوه ومن بعدها ما لقيتش التليفون. انت لازم تتاكدي من الموضوع ده وتعرفي مين اللي سرقه منك لسبب واحد، ان انا دلوقتي لو قلت لها انت حراميه وسرقتي التليفون
وطلعت ما سرقتهوش. انت كده حطيتي في نفسك مشكله كبيره قوي، ولو جابت اهلها بكره هيسمعوكي كلام مش حلو هتضايقي نفسك، فتاكدي وبعد كده قولي مين اللي سرقه. بصي انا متاكده من الكلام ده، لو ما كنتش متاكده ما كنتش جيت. يعني نادي سوكه؟ ناديها، انا قد المسؤوليه. سوكه. نعم يا مين. تعالي لو سمحتي. انت النهارده اشتريتي حاجه حلوه من الكانتين؟ اشتريتي حاجه حلوه من الكانتين. طب هاتيلي شنطتك يا سوكا. على مسؤوليتك. على مسؤوليتي كل حاجه. انا مش مسؤوله. مش. كل حاجه في وشك انت. ماشي. مفيش حاجه. ايه يا بنتي الورق ده كله؟ تليفونك ده؟ ده تليفوني. ليه كده يا سوكا؟ ليه كده يا سوكا؟ اتفضلي تليفونك. والله العظيم والله العظيم ده انا مش بتاعي، انا اصلا ما حطيتهوش في شنطتي، انا اصلا رحت اشتريت كيس مولتو بس، والله العظيم انا ما خدته. بصي بقى بلاش كلام كتير، يلا بينا على مكتب المديره. والله العظيم بررري هناك براحتك، بررري هناك براحتك. اتفضلي معايا. صدقيني والله العظيم انا ما خدته. اتفضلي قولي كده للمديره. اتفضلي. والله يا ميس ما خدته، صدقيني والله ما خدته. شنطتك ازاي؟ طيب يلا قدامي، هات شنطتها كده يلا قدامي. شكرا يا ميس ندى. لا ولا يهمك، تعالي معايا برده على مكتب. يس 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 مالكش دعوه. مالكش دعوه انت، دي اسرار ما بيننا احنا. ونجاحنا ونجاحنا يا جدع. هو انتوا نجحتوا ولا سقطتوا؟ دمك خفيف قوي يا مسمار. من لسه مخففه بشويه ميه. ها ها ها، ده انت دمك خفيف وظريف كمان. على يا سوكا يا صفرا. ما تحترم نفسك يا مسمار. يا صفرا 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 يا صفرا. بس دلوقتي حابه اقول لكم على حاجه. سوكا دلوقتي اترفضت رفض تام، مش هترجع المدرسه تاني. فرحانين عشان صاحبتكم اترفضت؟ يا ميس هي مشتني، عملت حاجه ما ينفعش انها تعملها. ايه ايه ما ينفعش اقول لك عليها يا امنيه. طب بصي بقى يا ميس، انا عايزاكي تسالينا الاسئله اللي انت عايزاها. كلنا هنجاوب يا ميس. ايوه يا ميس، اسالي اللي انت عاوزاه. انا هجاوب كل اسئلتك. اسالي يا ميس. طب وما جاوبتنيش ليه قبل الفسحه؟ بصراحه عشان سوكا قالت لنا اللي هيجاوب هفتح دماغه بطوبه وهضربه، واحنا كنا خايفين من سوكا جدا. سوكا عملت كده؟ اه. وانتوا ما قلتوليش ليه؟ مش انا هنا زي مامتكم وباباكم في البيت؟ ما هي كنا خايفين منها. كنا خايفين منها. ايوه كنا مفيش حد يقول لها عشان ما تجيبش طوبه وتفتح دماغنا. انا مش عايزه حد يخاف من اي حد تاني. اي حاجه تضايقكم، اي حاجه تخوفكم، عندكم مدرسينكم في المدرسه دول بمثابه بابا وماما في البيت. شكرا يا مين. شكرا يا مين. لو انت سالتينا وقلت لنا كلنا جاوبنا ما تعملناش استدعاء ولي امر. بجد؟ بجد. اتنين في ثلاثه. بستة. اتنين في اربعه. بثمانية. اتنين في خمسه. بعشرة. اتنين في اتنين. باربعة. برافو. اتنين في تلاتة. اتنين في تلاتة بستة. اتنين في تمانية. اتنين في تمانية. اتنين في اربعة. اتنين في اتنين اي حاجة. اتنين في اربعة. اتنين في تمانية. برافو. اتنين في تسعة. اتنين في تسعة بتمنتاشر. صفقة كبيرة ليكم.